ديربي جده بيعود من جديد لاستاد الجوهره بعد ما كان اخر مره اتلعب عليه الديربي كان في 2014. بيعودوا السنه دي علشان يقدموا مباراه هي مش امتع حاجه على مستوى النتيجه، ولكن مباراه ممتعه جدا تكتيكيا وعلى الخطوط. هنتكلم في حلقه النهارده عن مباراه ديربي جده بين الهلال وبين الاهلي والاتحاد. قبل ما نخش في اي حاجه انزل اعمل لايك، اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. ويلا بينا نخش في الحلقه. حطيني رقم واحد في القصيد. اهلا بك يا وجيه في حلقه جديده من اول التحليل، وحلقه النهارده هنتكلم عن ديربي جده. بعد اخر مره ما اتكلمنا عن الدوري السعودي كان مباراه الهلال والاتحاد، بنرجع من تاني، ولكن النهارده الاتحاد والاهلي. مباراه الاتحاد والهلال كانت تكتيكيا مش افضل شيء، او تكتيكيا مش كبيره قوي، وكانت نتيجه كانت ممتعه جدا، ولكن النهارده كان العكس. مباراه خلصت 1-0 بجون مميز حلو، ولكن غلطات من دفاع الاتحاد ادت المباراه تخرج 1-0 ومش ممتعه كنتيجه يعني، ولكن ممتعه جدا تكتيكيا. الاتحاد بدا بال 4-4-2 اللي بيلعب بيها طول الوقت مع نونو سانتو، كانتي وفابينيو اتنين في نص الملعب، معاهم كورنادو ورومارينيو، قدامهم بنزيما وحمد الله، والرباعي الدفاعي بلويس فيليبي الصفقه الجديده. ولكن المشكله كانت الاكبر عند الاتحاد وعند نونو سانتو في مباراه النهارده، وهي الطلوع بالكوره. الطلوع بالكوره كان فيه ازمه كبيره جدا على الاتحاد النهارده. ليه؟ لان انت عندك طلوع بالكوره سواء كانتي او فابينيو مش افضل شيء، مش زي مثلا كورنادو. كورنادو وقت كتير جدا الوينج ليفت كنا بنشوفه بينزل لحد الاثنين المدافعين علشان يبتدي يطلع منهم بالكوره، وحتى لما كان بيستلم الكوره دي بقى المشكله اللي كان بيواجهها الاتحاد. الناحيه الثانيه الاهلي كان بيضغط باثنين، بص، سفاحين ضغط، اتنين بيجروا بس، جابري فيجا وفرانكيسي، الاتنين كانوا بيضغطوا على اي حد حامل كورة لحد نص ملعب الاتحاد، سواء كورنادو او كانتي او فابينيو او رومارينيو او حتى الاتنين المدافعين لويس فليبي ورياض محرز كان بيحاول يضغط نوعا ما من قدام مع فيرمينو. ولكن الاتحاد المشكلة الاكبر ما كانتش كمان في الطلوع بالكورة بس، لا، الاتحاد كان عنده مشكلة ضخمة جدا على المستوى الهجومي، سواء عن بنزيما او على حمد الله او رومارينيو. الثلاثي تحسه النهارده مش في يوم، وتحسه مش مركزين، تحسهم متشتتين، مش جاهزين، سواء بقى فنيا بدنيا ايا كان. كان في لخبطه كتير جدا من لعيبه الهجوم سواء حمد الله او بنزيما او رومارينيو، وكمان كورنادو كان بيضم عليهم نجولو كانتي، وكان بيوصل الوقت كتير جدا الاتحاد بيلعب الكوره بعرض الملعب بس مش عارف يخترق دفاعات الفريق الاهلي السعودي، لان الاهلي السعودي عنده نوعا ما خط دفاع انا من وجهه نظري افضل بكتير من الاتحاد. الاتحاد عنده لويس فليبي، ولكن الناحيه الثانيه الاهلي عنده ايبيناس وعنده كمان ديميرال، الاثنين كانوا بيلعبوا في الدوري الايطالي الموسم اللي فات، واحد مع يوفي واحد مع روما، فبالتاكيد عندهم الحته الدفاعيه مميزه جدا. وقدامهم كمان محمد المشحط كان مميز جدا في ان هو يبقى يلعب نمره 6 النهارده، وسيب جابري فيجا وكيسي الحريه الكبيره ان هم يضغطوا على الخصم سواء بقى في نص ملعب الاهلي او في نص ملعب الاتحاد. والنهارده انا كنت قبل المباراه متوقع ان الاهلي نوعا ما هيبقى عنده مشكله في الناحيه الشمال بسبب غياب الونسا ماكسيمان، ولكن النهارده بعد غياب سان ماكسيمان حتى الاتحاد ما تاثرش هجوميا. الاتحاد كان مميز سواء بضغط فيرمينيو او اللي هو بينزل لتحت شويه ويخلي رياض محرز وفرانك كيسي وكمان الوينج ليفت يخشوا جوه جدا في عمق دفاعات الاتحاد، وفي كذا مره كانوا بيخترقوا دفاع الاتحاد كده زي السلام عليكم، بسبب ان الاتحاد ما عندوش اللاعب الاثنين نص ملعب اللي المفروض يقطعوا الكوره سواء نقول لك انتي او فابينيو، مشغولين بمهام تانية مش مركزين في ان هم يدافعوا، وده كان بيخلينا نشوف ان دفاع الاتحاد كان وقت كبير جدا متعري، لان فابينيو كانت الاثنين اوقات بيبقوا مش معاهم الكوره فبيضغطوا من قدام جدا، فبالتالي كان بيتعرى نص الملعب، ودي المشكله اللي بواجهها اصلا مع الاتحاد من بدايه الموسم. انت الموسم اللي فات لعبت بثلاثه ثلاثة ورا وقدامهم اثنين، فكانت الدنيا مظبوطة نوعا ما شوية 3-5-2، ولكن انت السنة دي عايز تلعب 4-4-2 باثنين نص ملعب نمرة 6، واحد فيهم مشغول بان هو يضغط على الخصم والتاني مشغول انه يطلع بالكورة، فبالتالي مبقاش عندك نص ملعب. كنت الحل السنة اللي فاتت بواحد في نص الملعب بس كان قادر على الجري كتير، وهو كان طارق حامد وكان وراه شرحيلي وجنبه أحمد حجازي، فكانت عندك منظومة دفاعية نوعا ما كويسة، ولكن انت السنة دي ما عندكش حجازي مصاب، صعب، عندك طارق حامد مشيته اصلا وجبت الكولو كانتي وفابينيو، فبقى عندك مشكله كبيره جدا في حته نص الملعب. على عكس الناحيه الثانيه الاهلي ما عندوش مشكله في نص الملعب، يعني عنده فرانكيسي بيعرف يلعب 8 بيعرف يلعب 6، وسواء في قطع الكرات او الضغط او حتى التسديده على المرمى مميز جدا جدا جدا. بجابري فيجا اللاعب اللي عنده 22 سنه لسه صغير في السن، بتلاقيه بيضغط كويس، كورته كويسه، بيعرف ياخد الكوره ويجري فيها او يجري بيها مسافات
طويله جدا من غير ما تقطع منه. حاجه كده بتفكرني ببيلينجهام في ريال مدريد مع فارق طبعا بين اللاعب وبين اللاعب. فالاهلي النهارده قدم مباراه تكتيكيه مميزه، قفل على مفاتيح اللعب جميعها عند الاتحاد، قفل على نص ملعب الاتحاد، قدر يخطف الكوره او يقدر يستحوذ على الكوره في نص ملعب الاتحاد كتير جدا. وحتى لما الاهلي قرر ان هو مش هيضغط عالي ومش هيضغط على الاتحاد ده في الشوط الثاني، رجع لنص ملعبه وبيلعب لو بلوك او حتى ميديوم بلوك قبل من منتصف ملعبه، فبالتالي بقى ما عندوش مشكله، انا قافل ملعبي كويس جدا، الاطراف بتاعت الاتحاد مقفول عليها الضبه ومفتاح، فبالتالي ما فيش خطوره، وعبد الرزاق حمد الله وبنزيما مهما اجتهدوا مش هيعرفوا يجيبوا جوان. وده اللي حصل، الاتحاد كان كويس جدا دفاعيا ومميز في المرتدات والهجمات الهجوميه، على عكس الناحيه الثانيه الاتحاد جينا في وقت كبير جدا من الماتش بنتفرج ان الاتحاد بلا حيله، ما عندوش حلول، ما عندوش اللاعب مثلا المهاري في نص الملعب زي مثلا الناحيه الثانيه النصر عنده مثلا تاليسكا ورونالدو بيقدر يعمل الدور ده، او الهلال الناحيه الثانيه عنده ميلينكوفيتش سافيتش وروبن دياز وعنده كذا لاعب يقدر يلعب الدور ده ونيمار كمان. الاتحاد ما عندوش اللاعب ده، اللاعب اللي بيقوم بالدور ده هو كريم بنزيما، وكريم بنزيما هو مميز واه هو الحكومه واه كل حاجه، ولكن برضه السن كبر، اللي كان بيعمله في ريال مدريد من سنتين ومن سنه مش قادر يعمله دلوقتي. والمميز النهارده اكتر اللي انا كنت شفته في الاهلي النهارده عن الاتحاد هي الروح والشغف اللي جوه اللعيب، كل لاعب في الاهلي عنده روح كبيره جدا عكس الاتحاد، ده كان بيبان قوي في التدخلات لما بيخش تدخل او تاكل او حتى كره مشتركه بين لاعب الاهلي ولاعب الاتحاد، بالتاكيد لاعب الاهلي هو اللي هيكسبها لان روحه افضل، روحه اعلى، هو نازل متحمس اكتر للماتش، جاهزين نفسيا اكتر للماتش عكس الاتحاد اللي ما كانش جاهز ولا فنيا ولا نفسيا ولا معنويا. ونونو سانتو جه على دكه البدلاء كان واقف بلا حيله، على عكس الناحيه الثانيه يا سيلي المدرب الالماني الشاب المميز جدا واللي انا معجب بيه جدا، كانت مشكلته في بدايه الموسم دفاعيه لما لبس خمسه من الفتح، ولكن النهارده بقى مميز دفاعيا باللاعب محمد المشحط في نص الملعب ومعاه كيسيو وجابري فيجا والاثنين المدافعين ديميرال وايبينيز، مميز جدا اهلي شابول يا سيلي، قدم مباراه كبيره جدا 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 على عكس الناحيه الثانيه نونو سانتو لحد النهارده هو متصدر الدوري، ولكن انا مش مقتنع بفلسفه الهلال، لان الهلال لعب لحد دلوقتي الاتحاد لعب لحد دلوقتي مباراتين، مع واحده مع الاهلي وواحده مع الهلال وخسر الاثنين، والاثنين كانوا بمشاكل دفاعيه. الاتحاد غريب بالنسبه لي، الاهلي كويس جدا، الاتحاد انا بقول لكم هيقع الفتره الجايه سواء بقى فرق صغيره او فرق كبيره هيقع كتير ويوقع نقط كتير. في الاول وفي الاخر قرار شخص واحد هو رايي انا في مباراه الهلال الاتحاد والاهلي، قول لي رايك انت في الكومنتس، قول توقعك هل نونو سانتو هيكمل مع الاتحاد لنهايه الموسم وتشوف مدرب جديد الموسم اللي جاي، ولا هيخسر كتير فبالتالي هيقال في نص الموسم ونشوف مدرب جديد، قول لي رايك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك تعمل لايك، لو مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقات اول باول، بين على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك ريتويت على تويتر، وكان معاكم مصطفى في الحلقه الجايه، سلام.